علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. لما بلشت اشتغل على فقرة اليوم كانت الفكرة انه لاقي لي كم تطبيق اخفاف نظاف لهم علاقة بالتعليم وحكي عنهم، بس بعد ما دورت لقيت انه هدول التطبيقات متنوعين بشكل هائل حسب عمر الطفل. طبعا في شغلات للأطفال من تحت 3 سنين لل 15 سنة، وطبعا حسب اهتمامات الولد ومهاراته، من شي بيعلم الألوان والأشكال الأساسية والعمليات الحسابية والكلمات، لشي بيعلم رياضيات متقدمة وبيرسم معادلات ومنحنيات بيانية، وكمان بيختلفوا حسب اللغة. أكيد في تطبيقات بتعتمد على مستوى اللغة، وفي تطبيقات بتعتمد بشكل أساسي على الصور والخرائط مثلا. الخلاصة إنه التكنولوجيا فتحت مجال كبير للإبداع بمجال التعليم، وإنه طرق معالجتها هي التطبيقات للمواضيع كتير مختلفة عن كيف نحن صغرنا تعلمنا. كلها بتركز على تفاعل الطفل واندماجه، وبتحول التعلم من شغلة الأهل بفرضوها على الولد لشغلة الولد بصير بيطلبها لحاله، وبتركز كمان على تسهيل الموضوع وتبسيطه مشان تخلي الولد مشدود. يعني مثلا في منهم التعليم مبادئ البرمجة، هي التطبيقات ما بتفوت بتعقيدات لغات البرمجة، بس بتعلم بشكل مبسط طريقة التفكير ومبادئ التعامل مع الكمبيوتر. أهمية هيك التطبيقات إنه بتخلي الولد يكتشف مهارات وميول ما كان ممكن يعرف إنه عنده إياها من قبل، وبتعلم مواضيع غير المواد التقليدية اللي عم ياخدوها أولاد بالمدرسة. وبالمناسبة تطبيقات تعليم لغات البرمجة مو بس موجهة للأولاد، هي مسلية جدا لأي حدا حابب يخطو خطوة أولى بهذا المجال. القسم الثاني من تطبيقات التعليم هو الموجه للمدرسين والأهل، تدعم تسهيل المحتوى وتحويله لشكل جذاب وسلس، كمان كتير متنوعة حسب الهدف. في منها لكتابة ملاحظات فوق صورة أو صفحات من كتاب، أو تسجيل صوت أو فيديو أو تسجيل الشاشة بهدف الشرح. وفي منها أقعد بشوي بيساعد الأستاذ يعمل مقاطع رسوم متحركة أو مقاطع فيديو تعليمية أو يحول التابلت لشي بيشبه اللوح. وفي منها بيساعد على إنشاء مدونة أو موقع بسيط بهدف التنظيم، بحيث يقدروا الطلاب يفوتوا ويأخذوا المواعيد أو أي معلومات تانية ممكن الأستاذ يحب يوفرها. طبعا كل شيء عم يحكي عنه موجه حصرا للأشخاص غير الخبيرين، يعني ما في شيء بده مهارات برمجية أو معرفة غنية بالأمور التقنية. وفي شوية تطبيقات بدها شوية إنجليزي، ومعظم هي تطبيقات مجانية. أنا جمعت التطبيقات والمقالات اللي لقيتها مفيدة بوصف الحلقة، عشان هيك كتير مهم لأي حدا مهتم بالموضوع يلاقي الحلقة على الساوند كلاود ويشوف كل الروابط والمقالات اللي بالوصف. وتذكر كمان إنه متاجر التطبيقات سواء جوجل بلاي أو الأب ستور فيها تصنيفات خصوصية لقسم التعليم، وفي تطبيق اسمه يوتيوب كيدز موجه للأطفال وبيوفر حصرا محتوى مناسب للأطفال مشان الأهل يريحوا راسهم. بتلاقوا رابط كل شيء حكيت عنه ومعلومات إضافية بوصف الحلقة على اليوتيوب وعلى الساوند كلاود، وممكن تواصلوا معي بالتعليقات أو رسائل على صفحتنا على الفيسبوك. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.